اهلا بكم حبايب الطلاب، يا رب تكونوا دايما بخير انتم واولياء اموركم. اللي منكم اول مره بيتابعني معاكم مستر باسم انور، معلم اول لغه انجليزيه، ودي قناتي انجليزي مع مستر باسم الخاصه بتدريس مناهج اللغه الانجليزيه وتبسيطها وتقديمها بشكل شيق وجميل. النهارده بعدنا مع منهج كونكت 4، منهج الصف الرابع الابتدائي، هناخد يونت 2 هنكمل فيها. انا بدات فيها واديتكم درس، النهارده ناخد ليسون 2 الدرس الثاني، وهو بيتكلم عن حقائق عن الحيوانات، برضه بيكمل في نفس الموضوع. طبعا انا عايز الفت نظر حضراتكم لاهميه التركيز على الموضوعات العلميه باللغه الانجليزيه، ده لانه على حسب تصريحات السيد الوزير وكلامه ان احتمال كبير يكون منهج الرياضيات والعلوم احتمال كبير يكون تدريس الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية، فبالتالي لازم نركز على الموضوعات العلمية وناخدها باهتمام، لأن دي هتكون أساس دراستنا إن شاء الله في المرحلة الإعدادية. طيب عشان ما أطولش عليكم يلا نبدأ الدرس، بس قبل طبعا ما نبدأ الدرس يا ريت ما تنسوش حضراتكم اللايك للفيديو والشير والاشتراك لو عجبكم، علشان الفايدة تعم وإن شاء الله الفيديو ينتشر وناس كتير تعرف تستفاد منه. هنبدأ إن شاء الله درسنا بأول حاجة الكي فوكابيلاري، اللي هي الكلمات الرئيسية أو المفردات الرئيسية اللي في الدرس، اللي هي أول مرة نشوفها. المفردات الرئيسية معانا أول كلمة how tall، كم الطول للطول الرأسي اللي هو الطول اللي هو فوق الأرض زي طول الإنسان كده، أو زي طول المبنى أو طول الشجرة. How long كم الطول للطول الأفقي اللي هو الطول اللي ماشي على الأرض زي طول الحبل أو طول السجادة. Open areas مناطق مفتوحة. Female أنثى. Male ذكر. Mammals ثدييات، الثدييات اللي هي الكائنات اللي هي بترضع صغارها، يعني أي حيوان أو أي كائن بيلد ويرضع صغاره ده بنسميه ثدييات. How heavy كم الوزن، دي المفردات الرئيسية. بعد كده هناخد الـ extra vocabulary، يعني المفردات الإضافية اللي بنسبة كبيرة بنكون سمعنا عنها قبل كده في السنين اللي عدت. أول كلمة mice فئران. beautiful جميل. lose يخسر أو يفقد. thick سميك. travel يسافر. warm دافئ. step eagle اللي هو نسر السهوب، ده نوع من النسور بيعيش في المناطق المفتوحة. بعد كده عندنا كلمة heat حرارة. north شمال. lift يرفع. centimeters سنتيمترات. kilogram اللي هو الكيلوغرام وحدة قياس الوزن. which أيهما. where أين. كده خلصنا الكلمات الرئيسية والكلمات الإضافية اللي احنا سمعناها كتير قبل كده. هناخد بقى أهم الـ expressions والـ prepositions، أهم التعبيرات وحروف الجر اللي جت في الدرس. أول تعبير مهم معانا during the day أثناء النهار. keep it warm يحافظ على دفئه. around 30 to 40 years حوالي 30 ل 40 عام. about 1 kilogram حوالي كيلوغرام. at night في الليل أول حيوان معانا النهاردة هو فينيك فوكس اللي هو ثعلب الفينيك أو الثعلب الإفريقي الصحراوي. أول سؤال معانا عن الفينيك فوكس، Where does it live؟ يعني أين يعيش؟
In the deserts of North Africa. In the deserts of North Africa. بيعيش في صحاري شمال افريقيا. يبقى ثعلب الفينيك او فينيك فوكس بيعيش في the deserts of North Africa. صحاري شمال افريقيا. شمال افريقيا اللي هي الدول زي مصر وليبيا والمغرب وتونس اللي هي المنطقة دي. How tall is it? How tall is it? كم طوله؟ 20 centimeters. 20 centimeters. طوله حوالي 20 سنتي. How heavy is it? How heavy is it? كم يزن؟ وزنه كام؟ About 1 kilogram. About 1 kilogram. حوالي كيلو جرام. تقريبا يعني ممكن يزيد ممكن يقل. فكلمة about دي معناها حوالي يعني بالتقريب كده يعني مش بالظبط. How long is it? How long is it? كم طوله؟ اللي هو الطول، الطول الأفقي اللي هو الطول اللي ماشي على الأرض. فطوله حوالي about 30 centimeters. About 30 centimeters. أنا حوالي 30 سنتو. كلمة about اللي بتيجي قبل الرقم معناه ان الرقم ده تقريبي، يعني ممكن يكون 31 32 ممكن يكون 28 29 مش بالظبط 30، يعني ممكن تزيد شويه او تقل شويه. ده معنى كلمه about. What does it eat? What does it eat? What does it eat? What does it eat? ماذا ياكل؟ يعني ايه الحاجات اللي بتغذى عليها؟ insects اللي هي الحشرات. insects. small lizards. small lizards دي السحالة الصغيرة. مايس اللي هي الفئران. دي الحاجات اللي بتغذى عليها. نقرأ بقى بعض الحقائق عنه ونشوف مع بعض ايه الكلام اللي مكتوب عنه، ايه هي اهم المعلومات اللي لازم نعرفها عن الفينيك فوكس. The phoenix fox lives in the desert. يعيش في الصحراء. ثعلب الفينيك يعيش في الصحراء. It's smaller than other foxes. أصغر من الثعالب الأخرى، يعني يعتبر أصغر نوع من الثعالب أو أصغر فصيلة من فصائل الثعالب. Its ears are big. Really big. ودانه كبيرة زي ما حضراتكم شايفين في الصورة. ودانه كبيرة بالنسبة لجسمه. طب كبيرة ليه؟ يا ترى إيه السبب؟ هنعرف دلوقتي. The phoenix fox needs big ears to hear insects and small animals. بيحتاج الودان الكبيرة دي علشان يسمع أصوات الحشرات والحيوانات الصغيرة ويعرف مكانها وبالتالي يقدر يفترسها. هنا بتتجلى قدرة ربنا سبحانه وتعالى فإن هو خلق له ودان كبيرة عشان تساعده في اصطياد الفرائس بتاعته ويسمع صوتها اللي احنا ممكن ما نسمعوش بوداننا العادية ويعرف يوصل لفرائسه ويأكلها وبالتالي يستطيع أنه يستمر في الحياة. During the day أثناء النهار it's hot in the desert. بيكون الجو طبعا شديد الحرارة في الصحراء في وقت النهار زي ما انتوا عارفين. The fox loses heat from its ears. ده طلع كمان وظيفة تانية للودان الكبيرة ان هي بتخلي جسمه يفقد الحرارة اللي هو بيكتسبها اثناء النهار من جو الصحراء. يبقى كده ليها وظيفتين، بتساعده على ان هو يسمع الفرائس بتاعته وفي نفس الوقت بتساعده ان هو يفقد الحرارة الشديدة اللي بيكتسبها في الصحراء أثناء النهار. At night it's cold. طبعا في الليل بقى الجو بيبقى العكس في الصحراء، البرد بيبقى شديد. فإيه اللي بيحصل معاه أو إزاي بيحافظ على دفئه؟ فبيقول هنا المعلومة دياتي The fox's thick fur keeps it warm. The fox's thick fur keeps it warm. يعني الفرو بتاع الثعلب زي ما انتم شايفين بيحافظ على الدفء بتاعه او بيساعد ان هو ايه يبقى دافي اثناء فتره الليل في الصحراء. بعد كده معانا النسر ده اسمه ستيب ايجل. ستيب ايجل او نسر السهول، وده نسر بيعيش في المناطق المفتوحه والسهول والوديان والكلام ده. تعالوا كده ناخد معلومات عنه. اول سؤال بيساله هو how long does it live? How long does it live? كم المدة التي يعيشها؟ يعني بيعيش قد ايه؟
around، وقلت لكم ان كلمه around زي كلمه about بالظبط، معناها حوالي، ومعناها ان الرقم ده تقريبي، يعني ممكن يزيد شويه او يقل شويه على حسب يعني. around 40 years حوالي 40 سنه، ممكن يعيش 41 42 43 وممكن يكون اقل على حسب طبيعه كل حد فيهم. How heavy is it? How heavy is it? وزنه قد ايه؟ Around حوالي 3 كيلوغرامز، حوالي 3 كيلو جرام، ممكن يزيد شوية ممكن يقل برضو، لأن كلمة around معناها أن الرقم تقريبي. How long is it? How long is it? بيقصد هنا الطول الأفقي اللي هو الطول اللي ماشي أو موازي للأرض مش فوق الأرض. فبيتحسب طوله هنا من الجناح للجناح، يعني لما بيفرد جناحاته فبيقول هنا from wing to wing around 170 centimeters، من الجناح للجناح حوالي 170 سنتيمتر. هقراها تاني from wing to wing around 170 centimeters، يعني قاسوا المسافة من الجناحين، من بين الجناحين هو فاردهم كده، فكانت المسافة 170 سنتيمتر. نقرا بقى بعض المعلومات الشيقه عن النسر ده. Look at the eagle flying. انظر الى النسر وهو بيطير. It's beautiful. انه جميل. Isn't it? اليس كذلك؟ The steppe eagle travels from Europe to Africa in winter. النسر ده بيسافر من اوروبا لافريقيا في الشتاء. طبعا بحثا عن الدفء، ان طبعا اوروبا بيكون الجو شديد البروده، فهو بيحب جو يكون ادفى في الشتاء، فبيهاجر لافريقيا، وده في خلال فصل الشتاء. It lives in very big open areas. يعيش في المناطق الكبيره المفتوحه، يعني ما بيعيش مثلا في مكان مدينه او بلد او كده، لا بيعيش في السهول والوديان والمناطق اللي هي مش محدوده باي حاجه. It eats other birds. It eats other birds. بيأكل الطيور الأخرى، بيفترس الطيور الأضعف منه. Small mammals. Small mammals. الثدييات الصغيرة زي مثلا الفئران، الأرانب، الكلام دوت يعني. And rabbits. والأرانب. When it opens its wings. When it opens its wings. عندما يفرد أو يفتح جناحي، it's longer than you، هيكون أطول منك. فعلا لو فرد جناحاته، احنا قلنا المتوسط الطول بتاعها من الجناح للجناح الثاني 170 سنتي، وده طبعا أطول منكم، أطول من طالب في سنة رابعة، طبعا طوله مش هيجيب ال 170، فهو طبعا هيكون أطول منك. هو 170 ده طول مثلا راجل متوسط الطول، فطبعا لو فرد جناحاته هيكون أطول من أي حد فيكم. The female, female اللي هي الأنثى، النسر الأنثى، is bigger and heavier than the male. دايما الأنثى أو النسر الأنثى بتكون أثقل وأكبر من الذكر. بعد كده مع حضراتكم آخر صفحة في الدرس، هو هنا بيتكلم عن think or write، وده سؤال كده زي بتشغل مخك وتحاول أنت تكتب على حسب كل واحد على حسب رأيه، وعلى حسب اللي هو ممكن يكون شايفه أو متخيله في الصورة. Look at the snake. انظر إلى الثعبان. What is it doing? ماذا يفعل؟ How does it feel? كيف يشعر أو بما يشعر؟ Why? Why يعني لماذا؟ يعني هتكتب هو بيعمل إيه؟ وإيه اللي حاسس بيه؟ وليه هو حاسس بيه؟ هو هنا مدينا الحل. كاتب The snake is lifting its head up. يرفع رأسه لأعلى. زي ما انتم شايفين كده. It probably feels scared. من المحتمل ان هو يكون حاسس بالخوف او بالرعب. Because لانه it has just seen someone or something. لانه شايف شخص انسان يعني او شايف شيء، فده خلاه يخاف ويعمل راسه في الوضعيه ديت ان هو يرفعه كده دلوقتي. وكانه مستعد ان هو يهجم على حد او يدافع عن نفسه. بعد كده بيتكلمنا عن النسر، فبيقول look at the eagle flying. انظر الى النسر وهو بيطير. What can it see? يا ترى شايف ايه او ماذا يستطيع ان يرى؟ How does it feel? بما يشعر. هنقول مثلا it can see a lot of things، كثير من الاشياء. Like هنا معناها مثل،
سمول بيردز، شايف الطيور الاصغر منه اللي هي بتطير على ارتفاعات اقل من الارتفاع اللي بيوصله النسر. النسر بيوصل لارتفاعات، في طيور تانية اصغر منه ما يقدرش ايه، ما تقدرش توصل للارتفاع بتاعه. يبقى لايك يعني مثل، سمول بيردز الطيور الصغيرة، animals الحيوانات، and plants والنباتات، انه بيشوف الحاجات دي كلها من على الارتفاع ده. طبعا اللي هيطير على الارتفاع ده هيكون حاسس بايه؟ هو بيسألني هنا how does it feel، بما يشعر. اكيد يعني ممكن يكون حاسس بالاثارة او بالحماس، فهنقول it feels excited، يشعر بالاثارة. ودي طبعا اجابة مقترحة، وممكن انتوا تجيبوا اجابات تانية وتكون صح. بكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون الشرح عجبكم واستمتعتوا بيه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من منهج سنة رابعة، هتوحشوني لغاية الفيديو الجاي. اتمنى لكم كل خير وتوفيق. جود باي.